ترامب يدعو بوتين لكشف معلومات تدين جيل بايدن. عروسان مصريان ينهيان حياتهما بعد الزفاف بساعات فقط. محمد صلاح وإعادة المباراة يشعلان السوشيال ميديا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. بعد أيام على اتهامات روسية لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي بتمويل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، دعا دونالد ترامب الرئيس الروسي إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر. الرئيس الأمريكي السابق جدد في مقابلة صحفية تأكيده على أن زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوسكوف قدمت 3.5 ملايين دولار لهانتر وعائلته في محاولة لكسب ود بايدن، فيما وصف ترامب هذا المبلغ بالضخم مطالبا بوتين بالرد على هذا الأمر، ودعاه أيضا إلى فتح أنشطة نجل بايدن علنا. ما زالت صفعة الأوسكار تثير جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، والجديد هذه المرة التعليق الأول لزوجة ويل سميث بعد الحادثة، والذي اتسم بدرجة كبيرة من الغموض. جيدا سميث كتبت في منشورها عبر إنستغرام قائلة: هذا موسم الشفاء وأنا هنا من أجل ذلك، ولم ترفق هذه العبارة بأي كلمات إضافية حتى أنها عطلت إمكانية التعليق على المنشور، فيما فسر البعض كلماتها على أنها دعوة للتسامح بعد الحادثة التي صفع فيها زوجها مقدم حفل الأوسكار لأنه سخر منها. وإلى مصر، حيث هذه المرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر صادم يفيد بأن عروسين أنهيا حياتهما بالقفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما في محافظة الجيزة. وسائل أعلام أشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، فيما أفادت تقارير بأن السلطات المختصة ستستمع إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة أسباب الحادثة وسط حالة من الذهول والصدمة يعيشها الشارع المصري بسبب ما حصل. طلبت الجماهير المصرية بإعادة مباراة منتخبهم مع السنغال بعد تجاوزات عديدة قالت إنها حصلت داخل الملعب، والتي كان أبرزها تسليط أشعة الليزر على وجوه اللاعبين المصريين خلال المباراة وتسديد ركلات الترجيح لتشتيت انتباههم. الاتحاد المصري أعلن في بيان تقديمه شكوى رسمية ضد نظيره السنغالي قبل انطلاق المباراة بعدما تعرض منتخب الفراعنة للعنصرية، مشيرا إلى أن الجماهير السنغالية أرهبت اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء. وإلى خبرنا الأخير، حيث قال الرئيس المكسيكي لوباز أوبرادور إنه يائس من محاولته غير المجدية لبيع الطائرة الرئاسية المكسيكية، مشيرا إلى أنه سيكتفي بتأجيرها للأعراس أو الحفلات. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن أوبرادور قوله إن الحكومة لم تتمكن من بيع الطائرة الرئاسية بوينغ 787، والتي يصفها بأنها فاخرة أكثر من اللازم ويرفض استخدامها. وأضاف أن بيع الطائرة صعب لأنها مصممة حسب الطلب، فيما تشير تقارير إلى أن الرئاسة المكسيكية اشترتها بنحو 200 مليون دولار.